السلام عليكم، اخباركم ايه؟ وحشوني جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله في برنامجكم بصحه والراحه هنختلف تماما. عملنا اسابيع او عملنا اسبوع اقتصادي، عملنا كمان اسبوع اطفال، وهنبتدي نعمل دلوقتي اسبوع حلو جدا كلنا عايزين نمشي عليه، وكلنا نفسنا ناكل اكل صحي وناكل اكل خفيف يخسسنا، وفي نفس الوقت ما يبقاش الموضوع معانا حرمان، يعني ما ينقلبش الحرمان. عايزه اكل حلو، عايزه اكل لحم، عايزه اكل فراخ، عايزه 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 عايزه، هناكل كل ده بتست حلو جدا، طعم حلو جدا. اهم حاجه انه اي واحد بيجي يتبع الدايت او الرجيم او 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 يحاول على الاقل يخفف اكله، كل اللي بيحصل في الموضوع انه بيقول لك الاكل ملوش طعم، كانه مسلوق، كانه مش عارف ايه. لا، احنا هنعمله بتتبيله حلوه جدا وخفيف جدا، مش هنحتاج فيه اي حاجه. هنستعمل دهون، بس هنستعمل دهون صحية، اللي هو زيت الزيتون، اللي هو أحسن حاجة في الدنيا ممكن تستعملوها يعني كبديل للدهون. تعالوا بينا نبتدي. أول وصفة عندنا هنعمل شيش طاووق، اللي هي القطبان دي الدجاج. هنحتاج فيها شيش طاووق أو صدور فراخ متقطعة مربعات كويسة جدا، بنقعها في شوية خل، في شوية ملح، ومعاها شوية جنزبيل باودر بدعكها بيهم كويس جدا. أسيبهم قد إيه؟ أسيبهم حوالي تقريبا ربع ساعة منقوعين فيها عشان تشيل الزفارة بتاعت الفراخ بتاعتي، ولما أتبل التتبيلة يبقى التست بتاعها حلو قوي، ما يغلبهاش أي طعم تاني، يعني ما حاولش أداري بس الزفارة وانسى التتبيلة بتاعتي. ملح، فلفل أسود، ثوم، عندي شوية لبن رايب بيكون خفيف الدسم، صلصة، وعندي ليمون، وعندي مكعب مرقة. مكعب مرقة أنا عاملاه هنا عندي في البيت. لو أنتوا احتاجتوا تعملوا ما عندكوش أو مش عايزين تدخلوا مكعب مرقة لأنه بيبقى فيه نسبة دهون، أو أنتوا ما عملتوهوش ما عندكوش في البيت، يبقى كل اللي احنا هنعمله هناخد بداله بهارات مشكلة. كمان هحتاج معاه بصل وفلفل أحمر، فلفل أخضر، طماطم، ومشروم عادي جدا أبيض، هزين بورق نعناع فريش، وهزين بسلايز ليمون. كل اللي انا هعمله هاخد الاول، بسم الله يلا بينا، هاخد عشان اتبل تتبيله بتاعتي. طبعا دايما بقول لكم كل ما تبلنا اي نوع لحمه هنتبله يا ريت نتبله قبليها بشويه حلوين، يعني اضعف الايمان نص ساعه، بس هو احلى حاجه انه يبقى من ساعتين وما فوق. التتبيله عايزه اقول لكم رائعه، دايما الفراخ عشان تبقى طريه معايا ايا كانت، خصوصا المشويه، لازم اهم حاجه عندي في الموضوع اني ادخل فيها لبن رايب او حليب عادي جدا، او شويه كريمه، المهم يبقى عندي فيه ماده تكون فيها يعني فيها اللبن او داخل فيها اللبن، او زبادي ضروري جدا جدا جدا، ممكن حتى نزود فيها كريمه براحتنا خالص. بسم الله هحط الملح بتاعي، هحاول طالما انا بعمل بخفف اكلي فهعمل ايه؟ هخفف الملح على قد ما اقدر، هعتمد على التتبيله بتاعتي، وهعتمد على الثوم، المكعب، الصلصه، هو اللي هيديني الطعم الحلو جدا. هاخد التتبيله بالشكل ده، وهتبل الفراخ بتاعتي، اسلفنها واحطها في الثلاجه مده قد ايه؟ هحطها في الثلاجه مده نص ساعة، يعني لو ما عندكوش وقت نص ساعة حلو جدا عشان تعملوها. خليني اخد ده هنا اهو، قولوا لي تاني كده مين؟ بانسي، ازيك يا بانسي؟ الحمد لله كويسة؟ الحمد لله يا رب دايما يا قلبي، اموريني يا حبيبي. اه انا كنت عاوزة بس اسأل على تورتة الايس كريم. من عينيا الاثنين، ننزل لك مقادير الايس كريم وممكن تشكلي بيه تورته وتزينيها باي شكل انت عايزاه براحتك خالص، وتنوعي فيه زي ما تحبي، حد ما اعمل لكم تورت. استنوا شويه نخلص من ايام الصيف ونخش على التورت على طول، نعمل تورت اشكالها حلوه قوي، وحاجات تنفع للمناسبات، وحاجات بسيطه جدا وبتبقى شكلها حلو جدا جدا جدا. هاخد انا هنا الشيش طاووق بتاعي، هعمله بالشكل ده. الحجم احنا بنتحكم فيه، التقطيع اهم حاجه التقطيع تكون متقاربه. لازم وانا بعمل الرجيم بتاعي والايس كريم على الشاشه، لازم وانا بعمل الدايت بتاعي او الرجيم بتاعي اعمل ايه؟ لازم اهم حاجه عندي
سوري، اهم حاجه عندي اني اكل لحمه، اكل فراخ، اكل اسماك على قد ما اقدر. يستحسن او يفضل اننا نبعد عن اللحوم الحمراء على قد ما نقدر، ونستغل اللحمه البيضاء او اللحوم البيضاء سواء كانت فراخ سواء كانت سمك، فده مهم جدا. هعملهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. خلاص الجريلا بتاعتي طبعا بتستوي، انا بتسخن، انا مش حاطه فيها اي ماده دهنيه خالص غير كل اللي انا عاملاه اني متبله التتبيله بتاعتي، وتتبيله جوسي جدا، تتبيله رائعه، مذاقها رائع جدا، هتديكم تيست حلو قوي. جمانه سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله، انا بحبك كثير 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 قوي. شكرا. منين يا جمانة؟ انا يعني فلسطينية بس عايشة في مصر. ها؟ فلسطينية عايشة في مصر. تحية الناس فلسطين كلهم. قولي لي يا جمانة عايزاني اعمل ايه؟ انا عايزة طريقة البسطيلة. بسطيلة من عينيا الاثنين. جمانة راحت خلاص. طيب بصوا بقى، كل اللي انا هعمله بايدي، مش هعمل اي حاجه، اهو بايدي وهعمل كده، ما بحطهمش في الاول، بحطهم في الاخر. شويه زيت اللي انا بعملهم بعملهم في الاخر من فوق خالص، ما بعملهمش على الطاسه بتاعتي عشان زيت الزيتون بتاعي ما يتحرقش معايا، فهديله كفر بالفراخ بتاعتي هي اللي هتحميهولي. هنيجي بقى للخضار بتاعتنا اللي احنا هنعملهم معاها. الخضار بتاعتي اللي انا هعملهم، كل اللي انا هعمله خلوني اخد ده، هاخد واحدة من المشروم، هاخد هنا طبعا، انا ده مش هرميه، هسيبه هنا عشان هعمل فيه ايه، هوريكم دلوقتي هعمل فيه ايه. هعمل كده، نعمل اخضر. شاهد سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ وعليكم السلام. ازيك حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب على طول. الحمد لله يا رب على طول. واموريني شهودة. انا كنت بس عاوز اسال على عاوز اسال بس على الفطير المشلتت. عينيا الاثنين نشوف الفطير المشلتت نعمله مع بعض، بس عندي الفطير المغربي انا. هاخد نفس الموضوع وهحطهم من غير اي حاجة يتشوه معايا، السيخ بتاعي بيبقى شكله حلو جدا، في نفس الوقت انا واكلة خضار معاه زي ما انتوا شايفين. طيب اعمل ايه؟ اطلع فاصل، اكمل انا السياخ بتاعتي بالشكل ده، وهطلع فاصل وهرجع لكم على طول، خليكم معانا عشان لسه عندنا وصفات حلوة جدا. رجعنا من الفاصل، طبعا زي ما انتم شايفين تعالوا معايا الشيش طاووق بتاعي او القطبان ديال الدجاج بالشكل ده، بتبقى جوسي جدا وحلوه جدا جدا، والخضار بتديني طعم حلو قوي. الفراخ طبعا بتنزل لي الميه بتاعتها كلها، ما تقلقوش ما تقعدوا تزودوا نسبه الدهون كتيره، هي لو احتاجتوا او حسيتوا انكم محتاجين شويه دهون، كل اللي احنا هنعمله هنعمل ايه يا زوزو؟ شويه زيت زيتون من فوق الفراخ مش على الطاسه عشان ما يتحرقش معايا، لانه لو اتحرق معايا هيبقى اي حاجه تانيه غير انه هيبقى قولوا لي انتوا، غير انه هيبقى صحي. يلا كسرنا المطبخ، غير انه هيبقى صحي. هحتاج او هنعمل وصفه حلوه جدا، جعانه ما بين الوجبات عايزه اكل حاجه، او عايزه اتغدى حاجه مختلفه خفيفه بدل السلطه وبدل 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 كسناكس عادي جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل مقبل رقائق الارز. هنحتاج بسكوت ارز او الرقائق اللي انتم شايفينها قدامكم دي، هتلاقوها في اي سوبر ماركت موجوده. عندي هنا اربع حشوات، يعني عندنا اربع حشوات، الاربع حشوات هنقولهم واحده واحده. اول حشوه عندي، نبتدي بالحلو، يا رب يجعل ايامنا كلها حلوه. كريم باتيسري جاهز من السوبر ماركت، برضو هتلاقوه جاهز عندكم، هاتوا اللايت او اعملوه يكون خفيف معاكم خالص. عين جمل مجروش وشوفان وزبيب عشان يديني طاقه طول اليوم، كده كده انا اكلي خفيف، فمخففه الاكل على قد ما اقدر، فالموضوع هيبقى معايا عايش شويه
من الاكلات اللي بتديني طاقه لجسمي. فالزبيب بيدي طاقه حلوه جدا، الشوفان نفس الموضوع، وعندي عين الجمل نفس الموضوع. هتقولوا لي ازاي صحي وازاي انا عامله هنا كريم باتيسري؟ ممكن تستبدلوه بزبادي عادي جدا، وبس احنا مش هنموت نفسنا ونمنع كل حاجه، لا، هي كريم باتيسري معمول ببديل السكر، معمول بحاجات خفيفه جدا بدل الدقيق، معمول بالنشا، فهو بيبقى لايت جدا جدا جدا. كمان عندي تاني حشوه اللي هي الافوكادو، ملح وفلفل وشطه قرون، شطه اللي هي الناشفه بنفرمها ناعم جدا، وليمون، وده اللي انا هبتدي بيه دلوقتي. هاخد اهو، لو لقيتوا انه مرر معاكم الافوكادو زودوا له معلقه سكر، هتديكم تيست حلو جدا بصراحه، وهتديكم فعلا مش التيست بس، لا، الطعم بيبقى مختلف تماما، بتغير لكم الطعم. مش هكتر الملح لان اوريدي عندي ليمون، وهنا هحط شويه فلفل بس برضو مش هكتر عشان ما يغمقش معايا، وهسيب باقي الفلفل بتاعي عشان ازين بيه من فوق ويبقى شكل الطبق بتاعي حلو. يلا بينا، خلطه بسيطه، الافوكادو بهرسه كويس جدا اهو، ولو كمان الافوكادو مش مستوي معاكم ممكن نلفه فويل وندخله الفرن حوالي 20 دقيقه، هيبقى معاكم الافوكادو مستوي حلو جدا، يعني بيبقى فريش وطازه وجايبينه احنا على طول، ما نسيبوش مركون على جنب كتير. هبتدي اخد رقائق اللوز بتاعتي، الرز. رميساء سلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ الحمد لله. يا رب دايما مأمورين يا قلبي. بعد اذنك كنت عايزه اعرف طريقه الكيكه. طريقه الكيكه من عينيا الاثنين. نزلي لي يا ميرو الكيكه الاقتصاديه اللي ناس كتيره برضو سالتني عليها، معلش. هعملهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقوا حلوين جدا. كمان عندي حشوات كتيره، عندي حشوه التونه ومعاها جبنه شيدر، ممكن نستبدلها باي نوع جبنه احنا حابين، طبعا خفيفه، تبقى جبنه خفيفه، نوع الجبنه يبقى اهم حاجه خفيف. كمان عندي معاها ليمون وملح وفلفل واوراق جرجير، ده مهم جدا 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 اهو، دي حشوه. كمان نيجي للحشوه اللي جايه، الكيكه على الشاشه. نيجي للحشوه كمان واحدة تانية، الحشوة اللي بعدها عبارة عن ايه؟ عبارة عن خيار وحبوب الشيا وجبنة تكون دايت، جبنة كريمي، جبنة عادية جدا، اللي انتوا حابينه او المتوفر عندنا هو اللي هنعمله، هيبقى معاكم حلو قوي. خليني اخلي ده هنا، اخد كده اهو. هنودة، الو الو، ازيك يا هنوده؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه زوزو؟ انا الحمد لله يا عيون زوزو، وأموريني يا قلبي. ازي حضرتك، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله يا رب يخليكي. انت عامله ايه؟ تمام، عينيا الاثنين، احلى كب كيك ينزل لك دلوقتي حالا. تعالوا بينا للوصفه الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن تونه اهو، وليمون، وعندي جبنه، وهسيب شويه اهو بره، وهناخد معاها شويه ملح وشويه فلفل. يا جماعه، حتى اولادنا الولاد الزغنططين اللي ممكن يبقى عندهم مشاكل صحيه او في نسبه دهون عندي موجوده للاطفال، الحاجات دي هتعجبهم جدا، التست بتاعها حلو جدا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو داومنا لهم على السيستم ده هتلاقي الموضوع نزل معاهم كتير جدا، والوزن قل كتير جدا جدا جدا. هاخد التونه بتاعتي احطها بالشكل ده. الاء سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ وعليكم السلام. ازيك يا حبيبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما يا قلبي. واموريني. انا كنت بس هسال على الكب كيك بالشوكولاته. ينزل حالا يا عينيا، ينزل لك حالا، تؤمري. بصوا اهو، طبعا احنا مش هنكتفي بده، لا، ده انا اسبوع كامل هبقى معاكم بنفس السيستم ده، هنعمل اكلات خفيفه، اكلات ينفع نعملها نخس بيها، هيبقى طعمها حلو جدا، هتبقى تيستي جدا، ينفع نقدمها على فكره لضيوفنا، تنفع
لحاجات كتير بصراحة، بس أهم حاجة لو بنعاني من أي مرض لا قدر الله لازم نسأل الدكتور أو نستشير الدكتور بتاعنا، نزود ده ننقص ده نعمل ده يعني، فبراحتكم خالص. هاخد أنا هنا شوية وكب كيك معاكم على الشاشة، كب كيك شوكولاتة جربوه حلو جدا 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 أهو. تمام، ده بالنسبة لي طبق هنقدمه بالشكل ده، ولسه هنكمل ولسه هنكمل باقي الحشوات، بس اخد الاول الفراخ بتاعتي عشان ما تنشفش مني، لانه الماكسيموم مدة السوى بتاعتي لازم تبقى عبارة عن اهو، مدة السوى بتاعتي لازم تبقى عبارة عن 20 دقيقة، ما زودش عن 20 دقيقة عشان الفراخ بتاعتي تبقى مستوية معايا وحلوة وطعمها حلو. يلا بينا اهو، عايزة اعمل دي كمان كده بالطريقة دي، واخد الاسياخ بتاعتي اللي بتديني شكل رائع جدا وبتديني تيست حلو جدا 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 جدا، يعني ضروري تجربوها لانها فعلا حلوة وفعلا طعمها حلو. وهتقولي السكاكين بتاعتي انا ماليش دعوة، اهو اهو، خليني افتحها كمان هنا شوية. كمان نفس الموضوع اللي هنعمله في الوصفة التانية، كل اللي احنا هنعمله اننا هناخد، بصوها زينها بالنعناع كمان، هناخد المكونات بتاعت الجبنة او الجبنة، هنحط معاها شوية من الملح وشوية من الفلفل، وهعملهم بطريقة بسيطة جدا، ونزل عليهم الخيار من فوق. الموضوع بيبقى سهل قوي وبيبقى شكله لطيف قوي بصراحة، ضروري تجربوه لانه هيعجبكم جدا. السناكس ده حلو قوي بصراحة، يعني انا واحدة من الناس من عشاقه. اهو طبقي اهو، سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجة، واقدمه، بس نقفل النار، اقدمه ليكم يا رب ان شاء الله يعجبكم، بس ضروري تجربوه بهالطريقه هذه انه كيجي لذيذ وبنين بزاف بزاف بزاف. نعمل ايه يا زوزو؟ تعالوا بينا، عايزه انا نسيت الجرجير هنا، شفتوا؟ يلا خليني اخد ده وناخد لانشا، يلا بينا. انا قلت في حاجة ناقصاني. طيب في التونة بزود جرجير، باخده بطريقة بسيطة جدا اهو، ما بفرموش كتير جدا، هي حاجة بسيطة خالص. وهاخد هنا شوية، ناخد ده كده، بصوا حاجات بسيطة خالص بس بتديكم شكل حلو قوي وتست احلى واحلى واحلى بصراحه اهو، بس كده شفتوا، يعني لا اقل ولا اكتر، ما بنغلبش فيها لانها فعلا مش بتاخد معانا وقت نهائيا. اهو اقفلوا دنكم بقى اهو. طيب هنيجي للحشوه الثالثه اللي هي الحشوه الحادقه بتاعتنا، ودي سهله جدا. حبوب الشيا ما بنعملش فيها اي حاجه، حبوب الشيا بتلاقوها عند اي سوبر ماركت. هاخد التشيز بتاعتي اهي، هحط معاها شويه، هحط معاها ملح بسيط جدا لان هي ما فيهاش ملح خالص الجبنه بتاعتي، وهقوم خلطه واحط معاها شويه 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 زيت زيتون بسيط جدا. مريوم السلام عليكم. مريم وعليكم السلام، ازيك يا مريومة؟ الحمد لله يا رب دايما يا قلبي، واموريني. الحمد لله، واموريني يا حبيبي. انا كنت بس عاوز اسال على الكيكه اللي فيها فواكه. كيكه فيها فواكه من عينيا الاثنين اهو. بصوا بقى عملنا ايه، عملنا ملح فلفل زيت زيتون وحبوب الشيا مع الجبنة الكريمي. هاخد بالطريقة دي اهو وابتدي
احطها على الرقائق بتاعتي. ممكن نجيب بسكوت الشوفان، هينفعنا هيبقى حلو جدا. ممكن نعمل رقائق عادية جدا نعملها احنا في البيت زي الأزيم الصحي اللي احنا كنا عملناه قبل كده، هينفعكم جدا هيبقى حلو قوي. يعني ممكن تعملوا حاجات كتيرة جدا بصراحة وأشكال كتيرة وهتبقى معاكم حلوة قوي لو انتوا مش بتفضلوا رقائق اللوز اهي اهو. يعني الاختيار بيبقى لينا، بس صدقوني الحاجات دي في الاول وفي الاخر افيد لينا بكتير جدا من الحاجات اللي احنا بنقعد ناكلها ونبوظ في الدنيا. دايما بنحتاج من كل فتره فتره او كل حين وحين اننا نعمل ايه، ننظف معدتنا شويه، ننظف بطننا شويه من الحاجات اللي احنا بنقعد نعملها في صحتنا بصراحه. هنعمل كده اهو زي ما قلت لكم، زينوا بالشكل اللي انتوا حابينه، بس عشان النفس وما تشتهي، خلينا دي طارت هناك، النفس وما تشتهي لازم نرضي نفسنا برضو، ما نبقاش متضايقين واحنا بنعمل ده. ده بيفرق جدا معانا في الدايت، خصوصا الستات، احنا عارفين الإرادة عندنا قوية جدا. لا اشتغلوا على نفسكم، خلينا نخس، انا كمان هبتدي معاكم خلاص، يعني كلنا هنبتدي دايت اهو بالشكل ده ونكملها كده. هيفضل لنا الحلو، عايزين ناكل حلو، طب ما احنا هناكله، بس بناكله بطريقه لطيفه جدا، طريقه صحيه جدا. والتست بتاعه عايزه اقول لكم حاجه، حتى الناس اللي مش عايزه تعمل دايت جربوا الحاجات دي هتعجبكم قوي، ومش هتحسوا انها دايت اصلا لانها فعلا طعمها رهيب كده. واعذروني نشيل دول هنا واشيل ده كده وناخد شويه من حبوب الشيا اللي هي ماده جيلاتينيه، بتديني ماده جيلاتينيه حلوه جدا، مفيده جدا للعظام جدا 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 اهو. هيفضل لنا دلوقتي حاجة واحدة، هيفضل لنا الحلو بتاعنا. الحلو بتاعنا كل اللي احنا هنعمل فيه، هناخد البولة دي، يلا فضيت انا البولات النهاردة كلها، هقول لكم مش هستعمل بولة خالص. طبعا انا الكريم باتيسري حطاه ومسلفناه عشان ما يعمليش قشرة وما ينشفش مني اهو. هاخد معلقة بس اقلبه تقليبه بسيطه بالشكل ده، هحط معاه شويه من الشوفان بالشكل ده، هقلبه تقليبه خفيفه خالص. الطعم حلو قوي يا جماعه اهو بالشكل ده. طيب هبتدي اخدها بالشكل ده، احط عليها شوية، احط عليها هنا شوية من عين الجمل، وهاخد اهو هكملهم كلهم بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم، بيبقى الطعم حلو قوي، غادي يعجبكم ان شاء الله. ونبقى كده خلصنا ايه الرقائق بتاعتنا الرائعة. هرجع واقول ممكن نستبدل الموضوع بشوية عادي جدا من اي نوع بسكوت احنا بنفضله. الناس اللي مش عاملة دايت عادي ممكن نجربه، هيعجبكم جدا وغادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف، لان فعلا طعمه حلو قوي. انا هنا مستخدمة الزبيب الاحمر عشان بيحتوي على نسبة عالية جدا من الحديد. يلا بينا. طيب بصوا انا هكمل بالشكل ده وهروح فاصل وهرجع لكم على طول، خليكم معانا ما تروحوش اي حته، لسه في وصفات حلوه. جينا لكم من الفاصل او رجعنا من الفاصل، هنعمل دلوقتي سلطه، سلطه حلوه جدا، هنغير شويه في السلطات اللي احنا بناكلها. سلطه عباره عن خرشوف اللي هو القوق. بصوا بقى يا جماعه،
الخرشوف عندنا في المغرب حاجة تانية خالص، مش موجودة هنا في مصر خالص. دورت عليها كتير جدا، بقالي سنين بدور عليها، مش موجودة هنا في مصر نهائيا. اللي هنا موجود الخرشوف اللي موجود هنا هو القوق ديالنا في المغرب، هو اللي احنا بنسميه قوق، هي الأسامي تختلف فقط لا غير. يبقى الخرشوف أو القوق كمان عندي يكون مسلوق سلقه في ميه مملحه بنسبه بسيطه جدا، كمان عندي مشروم يكون متقطع شرايح رفيعه خالص، عندي معاهم شويه بصل مفروم ناعم، ده بالنسبه للسلطه، وشويه جبنه تكون عامله ازاي، تكون ملحها خفيف جدا ونقطعها مربعات يعني تكون دايت. كمان بالنسبه للدريسنج عندي ملح فلفل زيت زيتون، وعندي عصير ليمون ثوم وشبت، بس لا اقل ولا اكتر. يلا بينا نعمل الدريسنج بتاعنا. اول حاجه بس هاخد هنا شويه من زيت الزيتون من الكميه اللي عندي عشان اعمل بيها ايه، اشوح بيها بس المشروم بتاعي، مشروم فريش، ممكن تجيبوا المشروم المعلب براحتكم خالص، المتوفر عندكم اعملوه. يلا بينا. ملح حاجه بسيطه جدا خفيف، وعندي هنا فلفل اسود اهو، بس كده بالشكل ده. كده الدريسنج بتاعي جاهز، بيديني تيست حلو جدا في السلطة، وهيعجبكم ان شاء الله جدا جدا جدا. هاخد المشروم بتاعي هقلبه تقليبة بسيطة اهو، يعني كل اللي احنا هنعمله هنقلبه في الطاسة تشويحة بسيطة خالص، وهيبقى معايا جاهز ان شاء الله للتقديم. خلونا نشيل دول اللي وقعناهم اهو. طيب في الفترة دي هنعمل ايه؟ في الفترة دي هقوم مزبطة السلطة بتاعتي او محضراها، لاني لازم انا اعمل ميكس ما بين كل المواد. هاخد هنا الخرشوف اللي هو القوق بالمغربية، هاخد البصل بتاعي، وهنستنى ايه؟ هنستنى لحد ما المشروم بتاعي يجهز معايا اهو. نخليه على النار شوية ونركنهم على جنب هو والتشيز بتاعي، ونروح لحاجة حلوة جدا، مشروب الديتوكس بتاع النهاردة. مشروب الديتوكس بتاع النهاردة حلو جدا. احنا عارفين الديتوكس عبارة عن مشروبات بتساعد الجسم على التخلص من كل السموم، كمان بتساعد على إذابة الدهون، بتساعد على تساقط الشعر، و اهم حاجة اننا لو داومنا عليها بنخس وبتنظف جسمنا من السموم كله. النهاردة المشروب بتاعي هيبقى او ديتوكس بتاعي هيبقى عبارة عن بطيخ، معايا توت احمر ممكن نستبدله بفراولة عادي جدا، معايا اوراق او اعواد الروزماري او اكليل جبل، كمان عندي ملح خشن تلج ومية. الديتوكس ده ما بنشربوش على طول، بنسيبه بنحط فيه تلج عشان يتفاعل كل المكونات، بس بنسيبه في التلاجة مدة ساعتين على الاقل، بعد كده بناخده نشرب منه طول اليوم. ممكن اسيبه معايا يوم كامل 24 ساعة، بس بعد ال 24 ساعة لازم الغيه واجدد واحد تاني، ضروري جدا 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 جدا. يلا بينا. بسم الله. انا الكاس بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، حتى فيه نسبه ثلج بسيطه قوي اهي، يعني الثلج عندي حاجه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين اهي في كوبايه. هاخد بصوا قرصه ملح، مش هنحس بطعمها خالص اهي، بس كده. هاخد اعواد الروزماري بالشكل ده. رحمة سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله كويس يا رب دايما. يا رب يخليكي، وانا بحبكم جدا. مرسي. واموريني حضرتك المولتن كيك، ويا ريت دلوقتي. عينيا الاثنين. ممكن تعملوا لي المولتن كيك بليز؟ اهو زي ما انتم شايفين عملت كل المكونات بالشكل ده. هبتدي اخد ايه، خلوني اخد معلقه، وقبل المعلقه نقلب تقليبه هنا بسيطه للمشروم بتاعنا، لانه المشروم بيدبل على طول وهو بيتقلب. هقوم واخده رشه ملح عشان تساعدني تخرج لي الميه بتاعه المشروم كلها، رشه بسيطه ما تكتروش. الملح مع المشروم بيخليه يدبل على طول
وبيستوي معاكم على طول ويطلع كل المية اللي جواه، وده اللي احنا عايزينه. هنا سلام عليكم. هنا جمانة، طيب كلمينا تاني. اهو بصوا بعمل كده، اهو اعمل الكاسات بتاعتي، خلوني اعمل بالشكل ده اهو. معلقة وبإيدي بنشتغل بكل حاجة بالطريقة دي، والتوت بنحطه في الآخر. عايز أقول لكم مشروبات ديتوكس دي هايلة يا جماعة، نتيجتها حلوة جدا. لو داومنا عليها بنلاقي الموضوع رائع 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 رائع. ممكن تقول لا طب إزاي ده بطيخ وده توت وده مش عارف إيه، إزاي أنا هخس بده وإزاي الدهون هتدوب؟ مبدئيا الديتوكس يا جماعة حلو جدا، مفيد الدهون المحيطة عند البطن، ضروري جدا ضروري جدا تستخدموه في بيوتكم لاولادكم، للاطفال اللي بتعاني من سمنه حلو جدا، وهيتقبلوه منكم لانهم هيشربوه هيلاقوه حلو هيستصيغوا الموضوع، فضروري ما تبخلوش على نفسكم ولا على اولادكم بده. فيه بيحتوي الميه بتاعته بتحتوي على كتير جدا من المعادن، المكونات لما بتتفاعل مع بعضها وتخرج بناخد بنستفيد بكل الفيتامينز وكل المعادن اللي موجوده في الفاكهه عندي. كمان هي التوليفه زي ما احنا بنقول، الفكره كلها في التوليفه هي اللي بتديني التست الرائع. انا بيتهيألي هزود هنا كمان حتتين. ريتاج سلام عليكم. ريتاج وعليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله يا رب دايما يا قلبي. واموريني. انا كنت بس عاوزه اسال على البيتزا بالتوابل بتاعها وكده. البيتزا بالتوابل بتاعها، نزلوا لي بيتزا بليز. اهو كده. طيب عملناها بالشكل ده، كل اللي انا هاخده هاخد الميه بتاعتي، ميه عاديه جدا، وهبتدي اصب في الكاسه عندي، مع العلم اني انا حتى اوريدي شويه من التلج عندي تحت اهو. نور سلام عليكم. نور وعليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله يا رب دايما يا قلبي. قولي لي يا حبيبي عايزه نعمل لك ايه؟ يا عيون زوزو استني انا لازم ابص لك، وانا بحبك قوي 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 قوي. انا عايزه ازاي اعمل البطاطس بالجبنه الموتزاريلا. يا سلام عينيا الاثنين، ده انا اعملها لك مخصوص اهو كده. انا عندي، او خلينا عشان لسه هنحط سلطه الناحيه دي كده، عندي انا مشروب الديتوكس بتاعي. بس قبل ما نكمل او قبل ما نروح فاصل، بصوا المشروم بتاعي بقى ازاي. انا مش بطلعه في الفتره دي، انا بسيبه لحد ما يبتدي ينشف معايا شويه، عشان كده هخليكم وهطلع فاصل وهرجع لكم على طول. خليكم معانا ما تروحوش اي حته عشان نقدم اخر سلطة بتاعتنا، خليكم معانا. جينا لكم من الفاصل، هنعمل اخر حاجة بتاعتنا. المشروم بتاعي اهو بقى حلو جدا ومستوي معايا جدا، وكل اللي هو عايزه اننا نحطه في السلطة، وبعد ما نعمل نحضر السلطة بتاعتنا نحطها شوية بس في التلاجة وناكلها بصحة والراحة على قلوبنا وقلوبكم. طيب حطيت الدريسنج بتاعي، حطيت الخرشوف اللي انا سلقاه في شوية مية مملحة، الملح يكون بسيط جدا، وعندي هنا المشروم اللي انا عملته، كل اللي انا عملته فيه حطيته يكون متقطع شرايح رفيعة خالص، حطيت معاه شوية زيت زيتون من النسبة اللي عندي في الدريسنج بتاعي او صوص بتاعي، وحطيت معاه شويه حاجه بسيطه من الملح في الاخر بعد ما اتشوح معايا او بعد ما ابتدى يدبل معايا. السلطه بتاعتي جاهزه،
الدريسنج بتاعي رائع والتست بتاعه حلو جدا، مش هنحس خالص اننا عاملين دايت والكلام ده، لا خالص، هتنبسطوا بيها جدا. هاخد انا بالشكل ده، عايزه اخد كل حاجه بالطريقه دي. ونبتدي ايه؟ نبتدي نظبطها بالشكل ده. خلوني انضف هنا، وتبقى كده الحلقه بتاعتي للاسف للاسف تبقى خلصت، ما بشبعش منكم. لا استنوا بقى، يلا يلا اميره، يلا لازم صوره السيلفي انا واميره، لازم شيف اميره طبعا اهو. طيب اهو السلطه بتاعتي جاهزه، طبعا هنحطها قبل ما نحط عليها التشيز بتاعتنا لازم نحطها في التلاجة شويه مده نص ساعه على الاقل، بعد كده ابتدي ازينها بقطع الجبنه بتاعي وانا بقدمها، ما بحطش الجبنه بتاعتي في الاول خالص عشان تبقى معايا مظبوطه وطعمها يبقى حلو معايا وما تتعجنش معايا الجبنه وتضيع الملامح بتاعتها في وسط السلطه. خلوني اخد كده اهي بالشكل ده، بعملها بالطريقه دي. زود واحده كمان صح؟ اهي هنا، يلا كفايه عليا كده. كده السلطه بتاعتي، اوه دوشه سوري، كده السلطه بتاعتي كمان جهزت، سلطه الخرشوف او سلطه ديال الشلاضه ديال القوق والمشروم او الفجيع كيف ما كنقولوا لي في المغرب. دي كانت حلقتي النهارده، كانت وصفات خفيفه جدا، وصفات صحيه جدا، وصفات ما فيهاش حاجه ممكن تتخنا، حاجه ممكن تزود نسبه الدهون، حاجه ممكن تتعب معدتنا خالص، بالعكس عملنا وصفات بسيطه جدا الاسبوع ده كله مكملينه، وصفات صحيه وخفيفه تنفع للدايت، تنفع للناس اللي عايزه تحافظ على جسمها، تنفع للناس اللي عايزه تنزل لها في الاسبوع ده 3 4 كيلو لو اتبعنا الموضوع ده هيبقى حلو جدا، بس ننظم اكلنا، ننظم حاجتنا على قد ما نقدر، نبعد عن السكريات تماما على قد ما نقدر، فالموضوع هيبقى معاكم حلو قوي. زي ما انتم شايفين النهارده قدمنا شيش تاووك او اللي هما القطبان ديال الدجاج، تتبيله رائعه بصراحه وصحيه، كمان عملنا رقائق او الرقائق بمختلف الحشوات زي ما انتم شايفين، بسكوت ببسكوت الارز، ممكن نستبدل بسكوت الارز ببسكوت الشوفان، باي نوع بسكوت احنا نفضله بس يبقى معانا خفيف، او توست الرجيم اللي بيبقى موجود معانا. كمان عملنا شلاطه ديال القوق والفجيع او اللي هو الخرشوف والمشروب، ومشروب الديتوكس الرائع اللي بيطهر وينقي جسمنا من السموم. دي كانت وصفاتي، وده كان ده كان المنيو بتاع النهارده اللي احنا عملناه. عايزه اقول بجد انا بشكر المنتخب المغربي، بشكره جدا على الجهد والبطوله اللي عملها بجد فعلا. انا بالنسبه لي هو كسبان في عينيا، وبالنسبه اكيد لكل المغاربه هو كسبان في عينينا، لانهم في الاول وفي الاخر هم لعبوا على قد ما يقدروا، عملوا كل اللي عليهم، هي الكوره مكسب وخساره. مش بس الفريق المغربي اللي هقول عنه كده، لا الفريق المصري كمان هقول لهم الاثنين، الفريقين المغرب ومصر هارد لك، بس هي دي الكوره مكسب وخساره، كله ادى جهده وكله عمل اللي يقدر عليه، فدي في الاول يعني مكسب وخساره، هي لعبه هي لعبه يعني، ما خلينا ما نبقاش متضايقين خالص، هي اللعبه بتبقى كده. كمان عايزه اشكر كل الناس اللي جت، كل الناس اللي جت من المغرب عشان تشجع الفريق، بشكرها جدا ودموعكم غاليه علينا جدا. بس كان في موقف اتصور قدامي لبنوتة صحفية، طبعا كانت جاية بما اننا احنا بندافع عن حقوق المرأة، ففي بنوتة صفاء سراج الدين الصحفية دي كانت جاية طبعا شايلة كاميرتها وجاية وفرحانة جدا. الموضوع بقى في الموضوع كله او الحكاية كلها ان البنت دي دموعها هزت الشارع المغربي كله، كانت لقطة مؤثرة جدا، بقول لها ما تزعليش، هم عملوا اللي عليهم وانت عملت اللي عليكي، ورفعتي راس المغرب ورفعتي علم المغرب بتشريفك كامرأة، يعني شرفتي الموضوع او شرفتي الدنيا كامرأة جاية
يعني انا بالنسبه لي ست رايحه تحيي الموضوع، يعني فعلا نموذج مغربي ناجح جدا، بحييكي من بالصحه وراحه، بقول لك انت كده مغربية حرة، ودموعك غالية علينا بزاف، دموع كاع المغاربة غالية علينا بزاف، ودموع كمان المصريين غالية علينا كتير جدا جدا جدا. دي كانت الحلقة النهاردة، بحبكم جدا، love you so much، أشوفكم بكرة إن شاء الله في رعاية الله، باي باي.